انطلاق موسم الحصاد في صلاح الدين بعمليات تسويق كبيرة وتطمينات بصرف 4 مليارات دينار إضافية لدفع استحقاقات الفلاحين. تطمينات أمنية وعشائرية تعجل لإغلاق ملف النازحين جنوبي صلاح الدين، وأول رحلة قطار من بغداد إلى سامراء بعد 20 عاما. ائتلاف إدارة الدولة في مهمة المعالجة المصيرية لرئاسة البرلمان وحكومتي ديالا وكركوك ومشاركة البارتي بانتخابات الأقليم. بعد 65 عاما على انطلاقها من بغداد، السوداني يؤكد لمنظمة العمل العربية التزام العراق بثوابت الإصلاح الاقتصادي.